تحذير، وطي الصوت عشان انا معلي الصوت شويه. ايوكم هتلعب لعبه سولار سماش، وهنجرب تجارب ازاي. انا هجرب تجارب اللي انا ادمر المريخ ده فوقا على الارض. يلا هنجرب اول حاجه على المريخ. ايه اللي هيحصل لو جبنا البتاعه دي؟ غريبه، ده حصل نووي، نووي حرفيا. بصوا ده هيخرم الكوكب. ما لو عدى عليه بقى نيزك، ايه اللي هيحصل؟ يا سنة ده المريخ هينتهي. احنا نجرب ورا بعض كده. ماشي، لو جربنا مجموعة نيازك ايه اللي هيحصل على المريخ؟ برضك مجموعة من الحاجات دي، من الليزر ده او من الطلقات دي. ايه ده؟ ثقب اسود. ايوه خلينا نشوف هيعمل ايه. اكيد هياكل المريخ، اكيد حتة صغيرة هنا. انا كنت معدل، انا مخليه واحد لما كنت بعمل على الارض. خلينا نشوف الواحد هيعمل ايه هنا. خلينا مين هيعمل ايه هنا. انا هجرب بقى 10 10، هجرب منه كتير. خلاص المريخ هينتهي اصلا. كورة، دي كورة، وزيو كورة هتخرم الكواكب حرفيا. مركبات فضائية، من الذي سوف يكسب؟ اوكي بقى نكمل مع السلاح ده. ايه اللي هيحصل؟ بس نبطل الوقت كده ونجيب السلاح ده. هيعمل ايه بقى السلاح ده؟ انا جربت دي بس واحد. خلينا نشوف ده هيعمل ايه. ايوه كوكب تحول شمس ولا ايه؟ ايه ده؟ كوكب خلاص انتهى، هيفجر. ليه؟ خلينا نشوف لو لوحده كده من غير حاجة. ايوه لوحده كده، ايه اللي هيحصل؟ من غير حاجة، من غير تفجيرات، من غير حاجة، نفس الحاجة هتحصل، نفس كل حاجة. لو صرعنا الوقت هينفجر برضو نفس اللي حصل. طب لو الليزر عن الليزر ضعيف صح؟ عاملة ايه دي؟ مش عارف ليه حاسسها عاملة زي الدودة كده، لكن دودة فيها نووي في بقها، مش عارف. كمان صار الوقت انها بطيئة. ايه ده بتاكل كده عادي من المريخ؟ ده المريخ المسكين، المريخ اتخرم، مفيش فتحة تانية. خلينا نسرع، بطيئة قوي. اللي هيحصل في النهاية بقى تاكل المريخ عادية. خلينا نشوف هنعمل ايه. خلينا نبطئ كده. ايه ده؟ ده كأنه هيخرم الكوكب. كوكب اتخرم. خلينا نقطعه بالنص كده الكوكب المريخ. المريخ خلاص مش هيكون فيه مريخ اصلا.
نيم الريف. يلا خلينا نجرب التجربة اللي بعديها بس لما نصلح الكوكب. الله ايه ده بقى؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ اللي حصل ده المريخ اتكت وفيه هنا القمر. مئة ألف قمر هناك. ده المريخ هيتخلع. المريخ أصلا مش هيعرف. خلاص المريخ كمل. خلاص المريخ المفروض أصلا لو المريخ أصلا مفيش، لو بقت عليه كل ده أصلا المريخ باي باي يا قلبي. خلاص خلاص المريخ أنا عاوز خلاص. كل المريخ أكبر حتة فيه صغيرة أو خليه مقسوم بالنص كده. ديو. اوكي 7 دقايق الفيديو بعد. خلينا نشوف ايه ده. ده الارض. خلينا نكمل في لا خلينا نروح على ده ونشوف هيعمل فيه ايه. بتاع مدمر الكواكب ده هيدمر المريخ. هل هيدمر الكوكب ده؟ 13 مليار واحد عايش، 172 مليون صفر على طول. ثواني هيفجر. طب ما عمل البتاع دي هيفجر. طب ما عمل البتاع دي الكوكب هيسيح اصلا. شوف خلاص كوكب ميت، مفيش حاجة اسمها كوكب. طب هنروح على اخر حاجة. يعني ايه في ناس عايشين؟ ازاي اصلا في ناس عايشين؟ خلينا نضيف 100 هنا. اللعبة هتعلق. ايوان بدأنا جليتشات. بعديها بعد كل ده دمر الكوكب بالمرة. مش عارف ليه في اخر الفيديو صوت وقتي، بس يا كريس لايك وشير وسبسكرايب ويلا سلام.